تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. كل يوم بيعدي ورا التاني والبساط بينسحب من تحت رجلين مرتضى منصور، وكل يوم بيعدي بيخسر متر او بونت لدى الحكومه. الحكومه قررت انها ترفع ايدها عن مرتضى منصور، وقرار الدوله هينفذ، وقرار اللجنه الاولمبيه هينفذ، برغم ان في تشكيك حتى الان من بعض الجماهير او من كثير من الجماهير على ايقاف مرتضى منصور. ولكن كل المؤشرات بتأكد ان مرتضى منصور اقتربت نهايته. هنسمع عمرو اديب وهو بيزفلنا الخبر السار وبيزفلنا البشرة السارة، وعمل مداخلة مع صاحب القرار ومع صاحب الأمر اللي بيأكد لنا نهاية مرتضى منصور فعليا من الرياضة المصرية. بس قبل ما حضرتك تسمع عمرو أديب قال إيه، حضرتك هتدعمنا بلايك للفيديو وهتشترك في القناة وهتفعل زر الجرس وهتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الأهلي. إحنا عارفين إن في خصومة أبدية ما بين مرتضى منصور وما بين عمرو أديب. عمرو أديب عنده فرحة داخلية هو مبينها ومخبيها في نفس الوقت. نشوف ونسمع عمرو أديب قال إيه ونرجع نعقب على الكلام اللي هو قاله. ما تروحوش في أي مكان، الفيديو بتاعنا مهم جدا جدا جدا. نسمع عمرو أديب ونرجع نعقب على الكلام اللي هو قاله. نسمع. معقد جدا، معقد جدا، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين انه فات من الاسبوع اللي هو اللي المفروض يكون فيها التقدم للمحكمه او جهاز او مركز التحكيم، فات 3 4 ايام، فاحنا قدامنا يومين ثلاثه ثم تسقط كل وسائل او الوسائل الممكنه للتقدم لاي تظلم. فطبعا المساله الوقت بيعدي والساعه بتلف يعني. انا حبيت بس حضرتك تعرفوا لانه في كلام كتير قوي كان موجود في الاعلام، اصل ده ممكن فلان يتدخل، اصل ده لو فلان عمل، اصل لو وزير الرياضه. مفيش حاجه خالص، مفيش غير اللي انا بقول لكم عليه ده، مفيش غير الطريق ده، هو طريق واحد، طريق واحد مش رايح جاي، حد سكه واحده مفيش غيرها. الا بقى طبعا يعني ربنا كبير، يعني ممكن طبعا في حاجات كتيره في الدنيا تجرى، لكن اللي احنا نفهمه من كل الناس من اللجنه الاولمبيه والناس الخبراء في اللوائح ان هو ده الطريق الوحيد. ايه اللي هيحصل الايام الجايه ده اللي هنفهمه ان شاء الله. وارجع واقول تاني ان نادي الزمالك طبعا يعني صرح رياضي كبير، ولا يجب العبث بمصيره، يجب تحديد مصيره بسرعه، والقانون واضح والاجراءات واضحه. يا اما وانا قلت قبل كده انه البلد ديت يعني هيمشي بيها القانون، هيمشي بيها القانون، والنادي مش هيقف على حد. النادي كان ليه رؤساء قبل كده وهيجي له رؤساء بعد كده، وكل اللي يهمني في النهايه انه القانون يتم تطبيقه، اللي ليه حق ياخده ايا كان، اللي ليه حق ياخده، اللجنه الاولمبيه ليه حق تاخده، رئيس مجلس اداره نادي الزمالك ليه حق ياخده طبقا للقانون، والا الناس في مصر بقى هتقف تضرب كف على كف، يعني يسالوا طب ده حصل ازاي؟ طب ده معمول ازاي؟ حاجات كده. انما احنا فاهمين بالظبط ايه هو القانون وايه هو الطريق. القانون والطريق، نمشي بالطريق فنلقى القانون في اخر الطريق. عايزين نفهم بقى ايه اللي هيحصل الايام الجايه ده؟ هو ده. عمرو اديب بيتكلم وبينبط بالكلام، يعني يا دوله اختاري السكه الصح، اعملي الصح، القانون الصح. لسه في مكالمه تاني مع حد من اللجنه الاولمبيه، شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه، هيحكي بقى ويقول ما لذ وطاب، هيقول الزبد كله. بس انا حبيت اعلق على النقطه دي لان النقطه دي مهمه جدا. بيقول ان يا دوله اعملي الصح واعملي وطبقي القانون، انما هتعملي حاجه غير كده الناس في مصر هتضرب كف على كف، هتقول لك ازاي حصل كده، ازاي مرتضى رجع من الاخر كده رئيس نادي الزمالك، اللي ليه حق ياخده، قصده حقوق الناس اللي تم سبها ومفيش اي اجراء اتخذ تجاه مرتضى منصور. نشوف شريف العريان قال ايه مع عمرو اديب والحاجات المهمه اللي بتاكد ان مرتضى منصور اتشطب عليه باستيكا. نسمع. سؤالي الاول، معلش كلها اسئله مبدئيه يعني في المنهج يعني اقصد، او اسئله ليها علاقه بالقانون. هل يملك وزير الرياضه الغاء قرار اللجنه الاولمبيه؟
الحقيقه الوزير السيد وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي لا يملك الغاء قرارنا. تمام، قرارنا مبني على الميثاق الاولمبي ومدونة السلوك وتحقيقات تمت في امور رياضيه واضحه وصريحه للجميع. بلغنا سياده الوزير بقراراتنا. الناس لازم تعرف ان وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه الاثنين مكملين لبعض. مكملين لبعض يعني ايه؟ يعني اللجنه الاولمبيه المصريه لجنه اهليه منوطه بالجزء الفني وتنظيم الرياضه الاولمبيه وغيرها في مصر، وده بحكم القانون 71 سنه 2017. ووزاره الشباب والرياضه منصب طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المحترم، تمام، منوط بالاشراف والامور الماليه والاداريه الخاصه بالرياضه المصريه ككل، وله حق الاشراف الكامل عليها. احنا خدنا قرارات فنيه واضحه للرياضه بناء على اخطاء تمت، شكاوي وصلت للجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه اجتمعت وحولتها للجنه هيئات ولجنه الهيئات والاتكس الحقيقه والقيم، واللجنه اجتمعت نظرت هذه الشكاوي وحولتها الى التحقيق، تم التحقيق فيها وطلع القرار اللي حضرتك كلكم شفتوه واحنا بعتناه لكم الحقيقه واضح وصريح يعني. لا مهندس مهندس شريف خلينا بقى حاجه. الكلام اللي بنقراه بقى لنا كام يوم انه هناك منازله لوزير الرياضه بانه يتدخل لدى اللجنه الاولمبيه لحل هذا الامر. هل انا بس بسال سؤال مبدئي، انا يعني لا يعنيني مين وزير الرياضه ولا مين اللجنه الاولمبيه، انا بسال في القانون، هل في القانون من حق وزير الرياضه ان يتدخل ويلغي القرار ولا لا؟ ده سؤال مبدئي. لا، وزير الشباب السيد وزير الشباب والرياضه ملوش دعوه بالقرار بتاعنا، بالعكس احنا بنبلغه بيه زي ما بلغنا وزير الشباب والرياضه وبلغنا جميع الهيئات داخل مصر وخارج مصر بقرارنا، كل واحد ينفذه في الجزء الخاص به حسب العلاقة. سؤالي الثاني، هل هناك محكمة في مصر؟ قضاء بأي نوع، قضاء إداري أيا كان من القضاء المحترم اللي موجود في مصر، من حق نادي الزمالك أن يتقدم قدامه برفع قضية ويستطيع أن يجبر اللجنة الأولمبية أو يلغي قرار اللجنة الأولمبية؟ يعني في القانون برضو، أنا بصرف النظر عن القرار هو إيه، أنا بسأل في القانون، هل يمكن اللجوء للقضاء في مصر؟ طبعا القضاء القانون 71 لسنه 2017 قانون الرياضه وضح الحته دي تماما ونظم الاجراءات بتاعتها. اي حاجه في الرياضه خلاص، اي نزاع رياضي لابد ان يحل من خلال مركز التصوير والتحكيم الرياضي المصري، وده موجود صحيح موجود مقره عندنا في اللجنه الاولمبيه المصريه، انما لا سلطان لنا عليه اطلاقا. جميع المحكمين والقضاء موجودين من وزاره العدل، الحقيقه هم المنتدبين من وزاره العدل. احنا دورنا او دور مهندس هشام حاتم كرئيسا للجنه الاولمبيه ورئيسا ايضا لمركز التصوير والتحكيم الرياضي بحكم القانون هو جزء اداري فقط بندفع مرتبات، انما ما نقدرش ندخل في اي قرار. والدليل الحقيقه ان احنا كلجنه اولمبيه في السنتين اللي فاتوا خسرنا اراضي كتير جدا مركز التصوير والتحكيم الرياضي كنا طرف فيها. فالاجراءات الرياضيه في العالم كله معروفه، في مركز التصوير والتحكيم الرياضي المصري تلجا اليه، ما عجبكش القرار بتاعه ترجع للمحكمه الرياضيه الدوليه الكاس في لوزان وهي ملزمه لو غيرت القرار. يطالب مشجعي نادي الزمالك إدارة النادي بالتوجه إلى الفيفا، هل الفيفا يملك قرار إلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية؟ الفيفا لا يملك إلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية. تاني برضو احنا قررنا المصادر حضرتك، احنا بلغنا بيه جميع الهيئات الرياضية في مصر، لأن احنا كان عندنا شكوى من 29 اتحاد أولمبي، احنا عندنا في مصر 29 اتحاد أولمبي، الحقيقة كلهم توجهوا بشكوى مجمعة للجنة الأولمبية المصرية في حق الاستاذ مرتضى منصور، برضو عشان نفصل نادي الزمالك ليس طرفا في هذا على الاطلاق. الاشياء التي ارتكبها الاستاذ مرتضى منصور معروفه للجميع وهي مخالفات واضحه للجميع، ما حدش بيتكلم فيها الحقيقه لان هي واضحه ما فيهاش يعني خلاف بين احد ان هو صح ولا غلط فيها، هو غلط فيها وده امر واضح للجميع. احنا بلغنا جميع الاتحادات الرياضيه، كل اتحاد رياضي حضرتك مسؤول بقى ان هو حسب لوائحه بياخد الاجراء اللي هو شايفه مظبوط بناء على لائحته، بناء على الاتحاد بيبلغ الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي بتاعه خلاص بقراراته التي هو بيتخذها بناء على لوائحه. فلا لا تملك الفيفا او يملك الكاف. طبعا انا اسف طبعا حضرتك هتقول لي ده احنا بنتكلم على كل الالعاب، انا بتكلم على الحاجات التي تطال في الاعلام عشان الناس تبقى فاهمه بس انه لا قرار من فيفا او للكاف على اللجنه الاولمبيه المصريه. لا هي مالهاش دعوه، ما هي يعني بعاد عن بعض خالص الحقيقه. صحيح الفيفا هي تتبع اللجنه الاولمبيه الدوليه خلاص بصفتها لعبه اولمبيه من ضمن الالعاب الاولمبيه الموجوده، واحنا بلغنا جميع الهيئات الخارجيه والداخليه بقرارنا، ويمكن انت شفتوا اخر حاجه حتى يعني القرارات كلها هيعترف بيها، ما فيش اي مشكله خالص الاعتراف بيها لان ده شان داخلي عندنا،
تمام، خدنا قراراتنا بناء على لوائح داخليه وقانون مصري ودستور مصري قبل كل شيء، هو اللي بيدينا هذه الحقوق، احنا تبعناها بالكامل الحقيقه، وخدنا تهيئتها بالكامل وخدنا وقتنا بالكامل الى كان ممضي الجواب من السيد مرتضى منصور، ورجع الرد قال له لا سعادتك موقوف ودي صفه، وبالتالي رجعوا بعتوا جواب ثاني خلاص باسم النائب على ما اظن خلاص بطلب تغيير الملعب. الزمالك ليس طرفا في هذه القضيه على الاطلاق، ولا يجب دخوله الحقيقه في هذه المشكله. الزمالك على حضراتكم من فوق، نص منتخبات مصر من نادي الزمالك، نص اعضاء اللجنه الاولمبيه من نادي الزمالك، الحقيقه خلاص الزمالك ليس طرفا ولن يتاثر بهذا القرار زي ما الناس متخيله. دلوقتي الفتره اللي جايه دي المفروض قانونا ماذا يفعل نادي الزمالك؟ يعني دلوقتي اداره حضرتك بتتحدث على ان رئيس مجلس الاداره طبقا للجنه الاولمبيه المصريه غير يعني مسموح له بممارسه اي انشطه لمده 4 سنوات، طيب النادي يعمل ايه؟ يعني لاداره دولاب العمل، الاعضاء، امضاء الشيكات، التمثيل، يعني ماذا يعني قانونا المفروض ايه اللي يحصل في نادي الزمالك؟ الاجراء الطبيعي اللي بعد قرارنا هو ان وزاره الشباب والرياضه تتخذ الاجراء بشيل توقيعات السيد مرتضى منصور، تمام، وكده كده اعتماد توقيع الاستاذ المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي، وهو اوريدي امضته معتمده، وبالتالي هو فتره فاتت حتى هو اللي كان بيمضي كل قرارات نادي الزمالك الماليه، انما دلوقتي بقت مجبره عليه الحقيقه، تمام، وبيسير امور النادي هو ومجلسه بالكامل، مفيش اي مشكله في القصه دي على الاطلاق. لما تيجي اول جمعيه عموميه عاديه لنادي الزمالك لو في اماكن شاغره في المجلس فلابد ان يفتح باب الترشح عليها لتكملة المدة المتبقية، وهي مدة متبقية مش كتير الحقيقة مجلس الإدارة، هي يعني أقل من سنة المدة المتبقية لمجلس الإدارة، وكان في انتخابات جديدة لجميع الهيئات الرياضية في مصر لمدة قادمة تانية حتى أولمبياد 24. يعني يبقى في انتخابات جديدة في الجمعية العمومية القادمة ولا يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة؟ الجمعية العمومية القادمة دي لا 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 يتم، مفيش حاجة اسمها تعيين رئيس مجلس الإدارة، المجلس مكتمل، المجلس 50% زائد واحد يعني كامل، فبالتالي بيدير امور النادي بصفه طبيعيه جدا الى اقرب جمعيه عموميه عاديه، ثم يكون في انتخابات على الاماكن الشاغره لتكمله المده القانونيه المتبقيه فقط لا غير. دلوقتي المفروض انه نادي الزمالك يتقدم بتظلم لمركز التحكيم، يعني انا فاهم ان هي دي درجات التقاضي، مركز التحكيم وبعدين بعد كده المحكمه الرياضيه وبعدين المحكمه الرياضيه الدوليه. ما هو يعني الوقت اللي ممكن ان نادي الزمالك عشان الموضوع ده يتحل اما بالسلب او بالايجاب، الوقت المتاح انه تدخل القضيه ويتم الحكم فيها تاخد وقت قد ايه؟ احنا بعتنا طبعا هي سريعه مش بطيئه الحقيقه، احنا بعتنا خطاب انا بصفتي امين عام بعت خطاب حسب ما القوانين واللوائح عندنا بتقول الى السيد مرتضى منصور باختاره بقرار اللجنه الاولمبيه المصريه، ليه له اسبوع من تاريخ ابلاغه بهذا القرار، لان هو يطعن عندنا في اللجنه الاولمبيه المصريه اولا، ثم لما يطلع قرار اللجنه الاولمبيه المصريه على الطعن بتاعه من دول ملزم على هو اذا لم يطعن في ظرف اسبوع له الحق ان هو يروح للمحاكم الاخرى ولا يجب ان يطعن امامكم اولا في مركز التحكيم اولا؟ لا، التسلسل واضح موجود في اللوائح، هو عارف كويس جدا لو ما طعنش هو اللي بيتنازل عن حقه الحقيقه. هنقف عند النقطه دي عشان ننهي الفيديو بتاعنا، الفيديو لسه طويل بس انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. مختصر الكلام، فاكرين فيلم وإسلامة لما شجرة الدر اتجوزت عز الدين أيبك، فعز الدين أيبك قال أي ختم أو أي ورق عليها ختم شجرة الدر اعتبروه ملغي. ده بالظبط مرتضى منصور حصل معايا نفس الموقف، أي ورق عليها توقيع مرتضى منصور فهي لغية. بعت نادي الزمالك انه غير الملعب او طلب لتغيير الملعب، فالفيفا او الكاف رد عليه وقال له لا، الراجل اللي ماضي ده ملوش صفة عندنا، احنا عايزين حد له صفة. فالوكيل بتاعه او النائب بتاعه جلال ابراهيم اللي هو نائب رئيس نادي الزمالك وقع، فقالوا له خلاص كده احنا كده الورقه سليمه، يعني مرتضى منصور ملوش اي صفه دلوقتي في نادي الزمالك، وان شاء الله بعد كده مش هيكون له اي صفه، خلاص مرتضى الدوله قررت انها ترفع ايدها عنه وعن الكلام اللي قاله وعن الغلط اللي كان بيغلط في كل الناس،
هو فاكر ان بطريقته دي انه يشتم ده ويشتم ده ويشتم ده كده بيجيب حق الزمالك كده، الاطفال بتوع السوشيال ميديا هيسقفوا له. هو كان فاكر كده، حاطط في دماغه كده، وكل المطبلاتيه اللي حواليه ما كانش حد يجرؤ يقول له عيب، اختشي، اتلم كده، غلط، هتودي نفسك في داهيه، هتقفل لنا القناه، هتقفل لنا النادي، هتمشي، هتتعزل. ما كانش حد يقدر يقول له كده، لان لو حد اتجرأ وقال له كده كان يجيب عليها وطيه مرتضى. مرتضى ما بيقبلش النصيحه ولا بيقبل ان حد يقول له ان ده غلط وده صح. الفيديو بتاعنا النهارده انتهى. لو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتشترك في القناة، وتفعل زر الجرس، وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.